ولكن أستاذ محمد، البعض يتخوف بشكل كبير من أن يتم إجراء سيناريو مشابه للسيناريوهات التي شهدتها بعض الدول العربية بعد نجاح الثورات بها لفترة مؤقتة، ثم ما يلبث أن يتبدل الحال لأسوأ بكثير مما كان قبل الثورة. فهل من الممكن تكرار هذا السيناريو في السودان؟ هناك مجموعة سيناريوهات ربما تحدث في المستقبل القريب، لكن السيناريو الأقرب أن الثورة ستصل إلى مرتقاها وستهدد أهدافها، والشعب السوداني هو سباق في الثورات. خرجنا في 64 وخرجنا في 85، ونحن الذين علمنا شعوب المنطقة الانتفاضة والثورات، فلذلك نحن حريصين على مؤسسات الدولة وحريصين على ممتلكات الدولة وحريصين على أن لا ينزلق السودان إلى ما انزلق إليه بعض الدول الجوار ودول الخير جوار كما حدث في الربيع العربي. لكن هنالك مجموعة من السيناريوهات، حتى لا نأتي إلى السيناريو الثاني يجب الآن أن يرحل البشير ويسلم السلطة للشعب، حتى يكون هنالك انتقالا سلميا للسلطة من نظام المؤتمر الوطني إلى الشعب السوداني، ومن ثم يكون هناك فترة انتقالية فيه تحديد الشعب هو الذي يختار من الذي يمثله، فإرادة الشعوب هي التي تنتصر في نهاية المطاف وليست الأنظمة الدكتاتورية. أن البشير أن يستفيد من تجارب الجيران، ماذا حصل للقذافي بعد أن تسلط على شعبه 40 سنة، ماذا حصل لبشار، ماذا حصل ل زين العابدين بن علي، ماذا حصل لعلي عبد الله صالح. الثقة لا يتعلمون من التاريخ، لكن في نهاية المطاف نحن نعي تماما أن إرادة الشعوب هي التي تنتصر تحت وطأة الانتصار وتحت وطأة الآلة العسكرية. لذلك الآن السيناريو الأقرب الآن هو تسليم السلطة للشعب، ومن ثم الشعب هو الذي سيحدد مستقبل السودان الجديد.